مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيك كتير كتير سهل وبسيط وكتير روعة. الكيك اليومي اللي بنعمله كتير رائع بالخلاط، طريقة كتير سهلة بهيدا الشكل. شايفين كيك كتير رائع بعجينة هالشي وكتير طيبة، ان شاء الله بينجح معكم من اول تجربة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، اول شي منحط بالخلاط 4 بيضات، بخفقن على سرعة عالية. بس خفقنا البيض حوالي دقيقة، هلأ بدي اضيف السكر. بننزل السكر انا وعم بخفق شوي شوي. كمان بضيف كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة فانيلا، ملعقة صغيرة خل، ملعقة صغيرة برش الليمون. بنخل 3 أكواب طحين. حط الطحين على جنب. بسم الله، ضيف كوب عصير ليمون، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. بحط خليط طحين على 3 دفعات تقريبا وبنحركهم مع بعض. بنخلطهم مع بعض. عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. صار الخليط عنا بهيدا الشكل. عنا بالقالب ملعقة صغيرة زبدة بدهن القالب. ضيف ملعقة طحين. نعمل القالب بهيدا الشكل. هلا بدخله على الفرن. هيدا الكيك اخذ بالفرن معنا 30 دقيقة نص ساعة. هيدا الشكل النهائي.
بتمنى طريقة الكيك تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.